صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج كما عودناكم مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، ما أبغى أقول شكاويكم، ولكن إذا في شكاوى بعد كذلك تستقبلها على الأرقام اللي بتخبركم عنها الدكتورة ميسون الشعالي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الخير أخوي محمود، أخبارك؟ تذكرين الأرقام ولا؟ أتذكر الأرقام ولو. 600-55-14-14 والمسجات على 4006. طيب أيضا معانا في فريق العمل اليوم نجاة السويدي في التنسيق، صباحك الله بالخير. في الإعداد حسن البلاونة، وفي الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. إذا ما نبتدي حلقتنا دكتورة، ولكن في البداية مع فقرة التغذية اليوم الموضوع بيكون فقر الدم خلال الحمل. معانا عبر الهاتف الأخت ست البنات محمد، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير يا ست البنات. صباحك أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. تفضل اليوم شو فقرة أو شو بتخبرينا عن فقر الدم خلال الحمل؟ أهلا وسهلا ومرحبا إذاعة نور دبي وصحة السعادة. والله اليوم عندنا عن فقر الدم خلال فترة الحمل. نعم. طبعا فقر الدم أو نقص الدم بيكون من الأشياء الأمراض الشائعة والمنتشرة خلال فترة الحمل، وخاصة في بداية الحمل أو في آخر الحمل. نعم. وهو طبعا نقص عن الحديد أو خاصة يعني الأشياء الخاصة بفقر الدم في التغذية، اللي هي بتكون نقص الحديد أو مثل الفوليك أسيد أو الفيتامين بي 12. نعم. طيب تفضلي. أنا أبغى أسأل الحين، يعني اللي ممكن تعاني أو يكون في عنده إصابات فقر الدم خلال الحمل، هل في بعض الأشياء اللي المفروض تسويها قبل ما تفكر أنها تحمل يا أستاذة ست البنات؟ طبعا المفروض في الواحد إذا كانت مخططة إنها هي على أساس إنها حتحمل وكده، المفروض تكون التغذية بتاعتها تغذية متوازنة، وتكون يعني خاصة الأشياء اللي بتختص بالحديد أو الفيتامين بي 12 أو الفوليك أسيد، تكون من ناحية الأغذية بتاعتها تكون كاملة. وبعدين تكون تبحث على أساس إنه تشوف كمية الهيموغلوبين الموجودة في الدم عندها كم. ومن الأشياء الضرورية طبعاً تأخذها اللي هي الأغذية الغنية بالحديد عندنا، مثلاً زي اللحوم الحمراء، مثلاً زي اللحمة، وعندك السمك والدجاج، خاصة الفخذ الدجاج مش الصدر، وعندنا البيض والأغذية الحيوانية، البيض عندك الكبدة، وهذه ضرورية من يعني بدري إنها تكون دمها كويس. والإضافة للمصادر النباتية برضو بتحتوي على الحديد، اللي هي كل ما كانت زي البقوليات، زي الخضروات الخضراء الداكنة، اللي هي زي البقدونس، السبانخ، البروكلي، هاي الأشياء، الجرجير، هذه كلها بتكون غنية بالحديد كل ما كان لونه. دكتورة بس يسألونا دائما شو الأحسن، المصادر الحيوانية أو النباتية للحديد؟ والله المصادر الحيوانية طبعا جسم بيمتصها من غير مساعد. يعني ما بتحتاج لفيتامين سي، جسم بيمتصها. أما بالنسبة للنباتية يعني أحيانا شوية تكون فيها صعوبة في الامتصاص، إلا يكون في وجود مثلا فيتامين سي، أو تكون خالية من الأشياء اللي بتمنع امتصاص الحديد، برضو أحيانا بتأثر عليه امتصاص الحديد. طيب السؤال هو اللي تعاني من فقر الدم، يعني الحمل ممكن يهدد حياته دكتورة وحياة الجنين، أو ممكن أن يطلع الجنين بشكل غير جيد؟ هذا من جهة. من جهة ثانية تنصحون مرضى فقر الدم أنهم هم
يعني يأجلون الحمل، أو ممكن ما أعرف يعني، هل هي عملية ممكن لا تكون مستقرة؟ لا، هي مثلا إذا كانت من بداية الحمل عندها دمها ضعيف، المفروض بالتغذية، وبعدين برضه هنا بده سبليمنت أو بده أدوية على أساس إنه بالنسبة للحامل. لكن طبعا فقر الدم أو نقص الدم بيأثر، طبعا أول حاجة بيقلل من نمو الطفل، الشيء الثاني ممكن يعرضه للإجهاض، إنه ما يكتمل النمو بتاعه، أو تولد ولادة مبكرة يعني. اها، عندك تعليق ميسون؟ لازم تكون مراجعة مع النسائية، دكتورة النسائية، لازم الدم يكون ثابت عندها بالمستوى الطبيعي، سواء بالسبلمنت، بالإبر، يعطون إبر حديد ساعات. أيوة، إذا وصلت، إنها طبعا بتكون في البداية يكون هم فقر الدم خفيف يعني، أما كل ما كبر البيبي كل ما يقدر يزيد يشفط دم عودة الدم. الحرمة. لأن الغذاء هو التغذية، الصلة بين الغذاء بين البيبي والأم اللي هو الدم. أيوة صحيح. طبعا الدم هو اللي بيحمل لنا الأكسجين بالنسبة للطفل، بيحمل لنا الغذاء للطفل، وفي نعم نفس الوقت الأم هي ذات محتاجة لهم. في الحالة ممتاز. دي إذا كانت التغذية بتاعتها ضعيفة، معناتها بالتالي حيكون التغذية بالنسبة للبيبي ضعيفة. الشيء الثاني الدم بيكون أقل، وكل ما يكبر البيبي كل ما تكون كمية الدم يحتاج له أكثر زيادة. دكتورة، بس بعد حبينا نعرف في حالة الصيام مع الحامل وعندها فقر دم. لا، هو ما يأثر الصيام، لأنه نفس الكميات اللي هي ممكن تأكلها بالليل هي نفس الكميات اللي بتأكلها بالنهار، بس هي اللي بيفرق إنه هي بتأكل ولا ما بتأكل. يعني سوالف في رمضان أنا حامل وعندي فقر دم وما بصوم، ما يصلح يا جماعة الخير. ها؟ لا، ما يأثر يعني. أنا ممكن أجي في الإفطار أخذ اللحمة بتاعتي، أخذ الدجاج بتاعي، أخذ السمك، أخذ الخضروات، أخذ البقوليات، أخذ الفيتامين سي اللي هو مثلا إذا كان في برتقال، إذا كان في عصائد، أخذ كل بأخذ نفس التغذية بتاعتي. اي، بس اللهم بس إنه هذا بعد ما تراجع الطبيب المختص، انه يقول لها يا انها تصوم يا انها ما تصوم، احتمال بعض الحالات ان تكون يكون الصيام خطر عليها. طيب يا ست البنات، اخر نصيحة تبغين تقدمينها قبل ما نختم معاك؟ والله انا يعني النصيحة اول حاجة هي مجرد ان تكون هي عندها الرغبة انها تحمل، او انها حتى في العادي يعني الواحد المفروض يكون عامل طفش على كل الأغذية. يعني احنا عندنا هنا مشكلة انه اللحمة الحمراء الناس عندهم سمعة كده انها هي ترفع الكوليسترول، لا هي ما ترفع الكوليسترول، المفروض ان ناخذ منها على الاقل مرتين او 3 مرات في الاسبوع. عندك الكبدة ممكن الواحد ياخذ منها مرة في الشهر، عندنا بالنسبة للسمك مرتين في الاسبوع، بالنسبة للخضروات الخضراء المفروض الواحد ياخذ فيها اذا كان يوميا يعني، مش انه هنا، بالاضافة لفيتامين سي اللي هو عندنا في البرتقال أو في عصير البرتقال اللي هو فيه الفوليك أسيد. بالنسبة للناس في ناس عرضة لفقر الدم اللي هم اللي عندهم حمل مثلا توينز التوأم، أو إذا كان إنه مثلا الحمل متقارب، أو إذا كان من أصل عندهم مثلا نسف في الدم، كلهم بيكون معرضين لفقر الدم. إذن انتبهوا أكثر على أساس إنه ياخذوا الغذاء الكامل، وبعدين الغذاء بتاع الدم لأنه ما بيتكون بسرعة، بالتالي يوميا المفروض الأم تاخذ. شكرا لك يا ست البنات، محمد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، اسمك جميل ما شاء الله، دائما أقول لك هالكلام. شكرا لك، شكرا، تسلم. إذا مستمعينا نحن نتواصل معاكم، نطلع فاصل دكتورة ميسون، بعد الفاصل إن شاء الله بنتواصل بناخذ لنا جولة في اليوم الثاني بالنسبة لمؤتمر أيامرا ومؤتمر التنظيم الصحي 2018. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في برنامج صحة وسعادة على إذاعة نور دبي. أرقام التواصل مرة ثانية 600-55-1414 للتواصل بالمسجات 4006. إذن مستمعينا يعني متواصلين معاكم، عندنا العديد من المواضيع في هذه الحلقة. دكتورة مناخذ مداخلة من أبو محمد كان يبغي يتداخل على موضوع التغذية. صبحك الله بالخير أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا، تفضل يا سيدي. نصبح عليكم وعلى المستمعين جميعا. حياك الله. وإن شاء الله الفائدة للجميع.
إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. أنا لاحظت شيء واحد، مثلا عندكم يعني الناس اللي يتشارون البضاعات من السوبر ماركت ومن المحلات التجارية، نعم، معظم المواد الأغذية ما ذاكرين النسب المسموحة القانونية من الألوان أو من حاجات المضافة على معظم المعلبات والأكلات اللي المثلجة اللي موجودة في الثلاجة. فحتى بجانب ذلك ما مكتوب النسبة العالمية كم، على أساس نحن كمنتج استخدمنا من النسبة العالمية نسبة كذا في المية من المادة الفلانية المضافة في 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 الطعام، على أساس العطل والضرر. مثل ما نعرف ما شاء الله عندنا ناس وايدين يعني نقدر نسميهم مدمنين على أنواع معينة من الأكلات، فما تدري النسبة كم، النسبة هاي تروح بجسمه. فإذا قلت أن في بعض المواد، نعم في بعض المواد، لكن مش في كل المواد، يعني أقصد المواد الغذائية مش كل المواد اللي فيها العلامة هاي، جزء والجزء الباقي، الجزء الكبير يعني أنا أشوف 70-75% من المواد الغذائية اللي موجودة عندنا في المحلات التجارية في السوبر ماركتات ما ذاكرين هالنسب. طيب، ولاحظت شيء ثاني بعد، أن مثلا على سبيل المثال في بعض المنتوجات كاتبين إنتاج 2018 نهاية الإنتاج 2019، أي شهر أي يوم ما محدد. وطبعا في عامل التخزين وفي عامل النقل وفي عامل الطبيعة، كل الأشياء هاي داخلة في بعض. فما أدري أصبت في كلامي ولا وصلت الرسالة ولا رسالتك واضحة. رسالتك واضحة، تسمع مني. أنا بأخبرك شو الموضوع إن شاء الله، عشان بس ما نطول على المستمعين. باختصار أبو محمد، أنا يعني أعتقد وكاد أجزم أن بلدية دبي هي معنية بهذه الأمور، وكل شيء يدخل عندنا في دولة الإمارات اللهم لك الحمد داش وفق محسوبيات وفق يعني آليات وفق ضوابط وإرشادات في هذا الموضوع. ف يعني هذه نقطة. النقطة الثانية إنزين، وهي الأهم بالنسبة لي اللي أنا بتكلم عنها دكتورة، ما أدري إذا توافقين الرأي ولا لا. دائما أنت طبيب نفسك، أنت تعرف شو اللي يفيدك وشو اللي ما يفيدك. إنزين، والإكثار في أي شيء، الإسراف في أي شيء، عادة رياضة يعني أقولك، حتى الرياضة نحن نقول سووا رياضة، وهذا بتسوي رياضة فوق المجهود اللي تحمله جسمك وفوق هذا. في بعض الناس يعني يقعدون 5 ساعات في الجيم ولا في النادي الرياضي، أو ممكن أنه يستمر على 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 مجهود بدني قوي، هذا بعد مضر بالجسم. صح دكتورة؟ صح طبعا. زين، فكل الأمور اللي نحن نتكلم عنها في هذا المجال ما يستوي أن نحن نخليها يعني تطلع أكثر عن الحد اللي مسموح. واحد يشتغل على 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 موضوع معين، على أكلة معينة دكتورة، كل يوم كل يوم كل يوم نفس الأكلة، زين، ويقول لك لا هذه صحية وهذه فائدة فيها. ما أعتقد أن المسألة هذه صحية، شو رأيك أنت؟ طبعا لازم التنويع بالأكل، الواحد لازم لما يأكل يأخذ مجموعة الغذائية كاملة من حيث النشويات. صح النشويات نحن ما ننصح فيها وايد، بس لها نسبة لازم يأخذها كل يوم بنسبة بسيطة، البروتينات، الخضروات والفواكه، منتجات الحليب، هاي الأشياء أساسية في اليوم. وبخصوص أن النسب اللي مكتوبة على العلب ولا لا، دائما في مرجعية، الحين الإنترنت سهل يعني الواحد ممكن يرجع له، في تطبيقات معينة، ولكن أنا دائما بعد ما أفضل الإنترنت دكتورة، لأن أحيانا في معلومات خاطئة، لا يرجعون للمصادر موثوق منها. أي، مش أي مصادر. إنزين، أنا بخبرك على هذا الموضوع اللي كتكلم عنه. طبعا يقول لك ينصح العديد من خبراء التغذية بتناول الوجبات الخفيفة في إطار حمية تخفيف الوزن، زين، حتى أن بعضهم يذهب إلى النصح بتناول ما يصل إلى 5 وجبات خفيفة على مدار النهار من أجل فقدان الوزن أو تحسين عملية الأيض. يقول لك لأن المفاجأة في دراسة كشفت، زين، عن شغلة جديدة قلبت كل المقاييس اللي نحن متعودين عليها. شو تقول؟ تقول أن دراسة
قام بإجراءها فريق علمي بتكليف من المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة، أظهرت أن تناول القليل من الطعام بشكل متكرر يؤدي غالبا إلى الإضرار بالصحة ويقصر العمر بشكل عام. ووفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، توصل الباحثون من خلال تجاربهم على ذكور الفئران إلى أن الفئران التي لم تتناول وجبات غذائية لفترة أطول من الوقت كانت أطول عمرا وتمتعت بصحة أفضل بشكل عام من أقرانها التي تناولت الوجبات الخفيفة. وأوضح العلماء أن الفئران التي امتنعت عن تناول أي طعام بين مواعيد الوجبات الرئيسية تأخرت إصابتها بأمراض مرتبطة بتقدم في العمر، وظلت مستويات الجلوكوز لديها في مستويات الجيدة صحيا بغض النظر عن نوعية الطعام والشراب الذي تم تناوله. على نحو مثير للجدل، تبين لفريق العلماء أن الفئران التي تناولت وجبة طعام واحدة يوميا كانت الأطول عمرا. وتشير النتائج التي نشرت يعني إلى تساؤلات حول مدى جدوى اتباع بعض النظم الغذائية الشائعة التي توصي بتناول وجبات خفيفة أو وجبات صغيرة كل ساعتين أو 5 مرات في اليوم. يعني هذه غير عن اللي نحن متعودين علينا عليها. إنزين، ولكن أرجع دكتورة، لأن هي المسألة وين؟ المسألة أن التكرار الدائم يضر بالصحة. حتى لو أنا كل يوم مثلا أكل لحم، بأثر على هذا، لو كل يوم أكل دياي، لو كل يوم أكل سمك، لو كل يوم أكل عملية التكرار المستمر. لا، نحن ننصح بالتنويع دائما. دائما التنويع. سمك، لحم، دياي. هي. وتكون معتدل في كل شيء. طبعا. فهي الفكرة الأساسية الواحد شو؟ إنه ينوع في أكله. ويكون معتدل. معتدل في الأكل. والاعتدال سيد الأدلة. هي بس هو اللي ينصح فيه عالميا أنه لازم يكون 3 وجبات بينهم سناكس حق الأشخاص يعني، وعلى حسب الكالوريز اللي هم يأخذونه. طبعا هاي دراسة جديدة بيتمون يعني يسوون عليها بعد. زين، منشوف نحن شو الأفضل. بس عاد أرجع أقول لك، الواحد يكون طبيب نفسه، هو يعرف شو اللي يضره وشو اللي يفيده. نحن موجودين هنا دكتورة نعطيهم هذه النصائح، نعطيهم هذه الأشياء. طبعاً. زين، ولكن واحد مثلاً يأكل بيض يتحسس، هو يعرف إذا كل بيض تحسس. ليش تأكل؟ لازم يوقف البيض. صح ولا؟ بالضبط. زين، أنا عارف المصدر، إذا عرفت المصدر أتفاداه. زين، هذا تلفونك دكتورة؟ نسيتي ها؟ أنا عبالي تلفون ناصر. زين، ما دام رن التليفون ما نعطيك فرصة تردين عليهم. نطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. حياكم الله مستمعينا الأعزاء. نرجع نذكركم بأرقام التواصل 600551414، مسجات على 4006. أعزائي، واصل المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي فعاليته ليوم الثاني بدبي لمناقشة آخر المستجدات العالمية في مجال التنظيم الصحي، وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من مختلف دول العالم تحت شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. للحديث عن هذا المؤتمر وأهمية وأبرز المواضيع المطروحة فيه، يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف من موقع المؤتمر الأستاذة ليندا عبدالله، استشاري التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي. حياك الله أختي ليندا. هلا حبيبتي. هلا، حياك الله. صباح الخير. صباح الخير يا ليندا. خبرينا اليوم الثاني، ما شاء الله أنتم مستمرين إن شاء الله لين 9 من أكتوبر، يعني باكر آخر يوم أعتقد. نعم. لحظة، بيستمر هي لين 9 من أكتوبر. لين باكر إن شاء الله. لين باكر. اليوم 8، أنا عادة تواريخ مضروبة عندي، سامحيني. عموما، تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية مع مؤتمر التنظيم الصحي أيامرا، الرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي أيامرا، ومؤتمر التنظيم الصحي 2018. وصلتوا ما شاء الله، نحن كنا معلنين أكثر من 700 من قادة وكبار المسؤولين أمس، يعني وصلتوا 1000 مشارك. ما شاء الله عليكم. خبرينا شو الأجندة عندكم في اليوم الثاني وآخر مستجدات في هذا المؤتمر. مشكورين على الاستضافة، ونصبح عليكم كلكم على المستمعين الكرام.
الحقيقة أمس يعني كان يوم جميل جدا، كان عندنا حوالي 1000 مشارك من أكثر عن 45 دولة. عندنا اليوم ممثلين عن 45 هيئة تنظيمية عالمية موجودة في إمارة دبي، وهذا شيء الحمد لله نفتخر إن نحن قدرنا إن نستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وأيضا تنظيم المؤتمر والفعالية الحمد لله كان على مستوى لائق. فعاليات اليوم الأول كانت جيدة جدا، كان عندنا عدة أوراق علمية مهمة تم مناقشتها. من أهمها كان موضوع تحديات التنظيم الصحي في عصر التسارع الكبير الموجود حوالينا، فكان ورقة علمية قوية جدا تم تقديمها، بالإضافة لموضوع البلوك تشين اللي تم مناقشته أمس أيضا. هذا يعني أعطيكم مثل ما يقولون هايلايت، بعض الإضاءات على بعض الأمور المهمة اللي تم مناقشتها. وأيضا ناقشنا بعض التحديات الموجودة لتنظيم بعض ال يسمونه يعني التريتمنتس، العلاجات غير التقليدية، مثلا العلاج بالخلايا الجذعية، شو كيف ممكن ان التنظيم الصحي يواكب مثل هذه العلاجات الجديدة اللي بتكون بعدها يعني ما في اثباتات علمية قوية لانها جديدة، فكيف يتعامل معها التنظيم الصحي. هذه كانت يعني من الجلسات القوية جدا. وايضا كيفية ادخال الأنظمة الجديدة العالمية في الأنظمة المحلية، فهذه كانت بعض الأوراق العلمية المهمة. واليوم الصبح كان عندنا جلسة قوية، الحمد لله الحضور اليوم بعد قوي مثل أمس، القاعة يعني فل متروسة، فالحمد لله. بعد كان عندنا الحين أول محاضرة كانت من رئيس الرابطة الدولية للتنظيم الصحي، قدم ورقة علمية قوية جدا. فالحمد لله يعني اليوم إن شاء الله يومنا بيكمل لين الساعة 4، ونتمنى يتم الحضور بقوة أمس إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور ممكن تخبرينا بس المحاور اللي بيناقشها اليوم المؤتمر؟ اليوم بيكون عندنا حول التقنيات الحديثة في العلاجات الطبية، أيضا بيكون عندنا كيفية مشاركة المرضى والمجتمع في التنظيم الصحي وفي السياسات الصحية، لما تكون السياسات الصحية بيتم تطويرها بمعزل عن المجتمع، فكيف يكون للمجتمع صوت في التنظيم الصحي. أيضا بنتكلم عن التقنيات الحديثة مثل الـ AI الـ Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفه في التنظيم الصحي العالمي، وكيف هذا إنه ممكن يؤدي إلى يعني سلامة المرضى بشكل أكبر. فاليوم بيكون إن شاء الله هذه المحاور الرئيسية اللي بنتكلم عنها، بالإضافة للمحاضرة وبانل قوي جدا بعد الظهر بيكون عن دور التنظيم الصحي في يعني تعرفون في بعض الأدوية، هي أدوية مراقبة احنا نسميها، اللي هي الأدوية اللي بتكون قد تؤدي إلى الإدمان لما نعطيها للمرضى. والحقيقة هذا يعني شيء تحدي كبير يواجه كل الأطباء في العالم، خاصة للمرضى اللي يقومون بالعمليات اللي بتحتاج لهذا النوع من الأدوية على مدار طويل. فاليوم بيتم مناقشتها، وأيضا في بانل في ورقة علمية، وأيضا بانل ديسكشن بيشارك فيها بعض الخبراء سواء من العالم ومن هيئة الصحة من دبي، وبعد بيكون حتى عندنا بعض الخبراء من شرطة دبي بيشاركون فيها. الساعة كم بتكون هذه الندوة؟ هذه اليوم الساعة 1:30 إن شاء الله. 1:30، لأن هذا موضوع وايد مهم ويأرق حتى العاملين على مجال في مجال التنظيم الصحي في عملية إن مراقبة صرف مثل هذه الأدوية، لأن مسألة خطيرة جدا. إذا ما تفشت هذه الممارسات ممكن تكون أحيانا ممارسات صحية لا تموت إلى أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر. هذا موضوع متشعب وكبير، يبالى حلقة كاملة ممكن نخصصها. أيوة. نعم، والجميل أخوي محمود إن الحمد لله نحن في دولة الإمارات عندنا منظومة قوية لمراقبة هذا النوع من المشاكل عن طريق النظام الإلكتروني الموحد اللي تم تطويره عن طريق شرطة دبي، ويعني منظومة الشرطة في الإمارات، وأيضا الهيئات الصحية. فنحن عندنا يعني منظومة نقدر نقدمها في المؤتمر كموديل للعالم. جميل. يتعرفون عليه، فإن شاء الله بتكون اليوم جلسة حلوة إن شاء الله بإذن الله. خلينا حبيت نذكر المستمعين بأهمية هذا المؤتمر اللي يعقد لأول مرة في دبي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
الحقيقة يعني بعض الناس سألونا أمس إن يعني كيف استوى أن إحنا نستضيف المؤتمر، وهل هو يعني كيف تم. الحقيقة يعني استضافة هذا المؤتمر ما كانت فقط أن نحن حبينا نستضيفه، لا، هو فعلا نحن قدمنا من ضمن 8 دول لاستضافة هذا المؤتمر، وكان في منافسة بين العديد من الدول، وكنا نحن الدولة الوحيدة اللي من الشرق الأوسط. الحقيقة نفتخر أن نحن فزنا باستضافة هذا المؤتمر عن جدارة، لأن دبي مثل ما تفضل معالي حمير القطامي المدير العام هيئة صاحب دبي أمس الكلمة الافتتاحية، نحن نفتخر أن نحن اليوم استوينا عاصمة تستقطب المؤتمرات الدولية اللي فيها الخبراء من كل أنحاء العالميون لمختلف القطاعات، ومن ضمنها اليوم قطاع الصحة. وهذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الوحيد اللي على هذا المستوى اللي يعنى بالتنظيم الصحي. فالحمد لله عندنا خبراء من كل العالم موجودين، حتى من الدول العربية الشقيقة بعد موجودين خبراء. فالحمد لله نحن بعد فخورين بهالمجهود. سمعنا أن في معرض مصاحب للمؤتمر، بس فكرة عن هذا المعرض وعدد الشراكات المتواجدة؟ عندنا اليوم في المعرض الحقيقة بعض شركائنا الاستراتيجيين سواء من القطاع الخاص موجودين، بعض المستشفيات يقدمون شو خدماتهم بالنسبة للزوار الموجودين. أيضا هناك بعض الستانس خاصة بهيئة الصحة بدبي، لأن في بعض المشاريع والأمور والخطط اللي في قطاع التنظيم الصحي حبينا نشارك فيها الموجودين، مش فقط عن طريق الأوراق العلمية والورشات العمل، بل أيضا عن طريق الستاند التفاعلية. فهم يروحون يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي وإلى آخره يتعرفون على هذه المشاريع. وأيضا هناك البورد الأمريكي موجود، عندنا الأيمرة هم من نفس الرابطة الدولية للتنظيم الصحي موجودين، في بعض الجهات من المملكة المتحدة موجودين. فعندنا بعض المشاركين من الدول الأجنبية وأيضا من السوق المحلي. المعرض الحمد لله بعد ناجح، ويعني على طول الناس موجودين. جميل. إذا عدد كبير من المواضيع اللي بتنعرض في هذا المؤتمر، نحن نتمنى لكم إن شاء الله يعني التوفيق. خلينا بس قبل لا نختم معاك أستاذة ليندا نتحدث عن عدد الأوراق العلمية اللي بيناقشها المؤتمر خلال هذه الأيام، أو اللي بديتوها من البارحة، يعني أبرز المواضيع الرئيسية، وأيضا إذا كان في حد يبغي يلتحق يمكن ما قدر أمس ممكن أن يجي اليوم ممكن يجي بكرة للالتحاق بهذه الورش وجلسات العمل اللي أكيد فيها الفائدة. نعم أخوي محمود، إحنا مثل ما يعني بعض اللي يعرفون أن شعار المؤتمر هو تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. طبعا هذا يتماشى أكيد مع رؤية هيئة الصحة بدبي ورؤية الإمارة لتشجيع الابتكار دائما بالأدلة العلمية. محاور المؤتمر بشكل عام هي يعني كيفية الابتكار في مجال التنظيم الصحي، أيضا تنظيم المهنيين الصحيين، التعليم الطبي اللي هو يعتبر بالنسبة لنا هو الأساس دائما، وأيضا كيفية الممارسة الطبية الآمنة وتطوير جودة الخدمات الصحية. هذه المحاور الرئيسية اللي سيتم مناقشتها خلال 52 جلسة علمية و 117 ورقة علمية خلال هال 52 جلسة بيتم إن شاء الله مناقشتها. المكان والزمان نذكرهم فيه بعد أستاذة ليندا. المكان مركز دبي التجاري العالمي قاعة المكتوم، والمكان الزمان كل يوم من الساعة 9 الصبح لين الساعة 4 نحن موجودين. يشرفونا على الموقع الإلكتروني ayamra2018.com، كل المعلومات موجودة عليه، ويمكنهم التسجيل يعني في مكاننا هنا عند قاعة المكتوم. حياهم الله. شكرا لك أستاذة ليندا عبد الله استشاري التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. كنا نتكلم معك عن المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي أيامرة، وأيضا مؤتمر التنظيم الصحي 2018. شكرا جزيلا لك. مشكورين، حياكم الله. مشكورة.
إذن مستمعينا، بس اختصارا يعني لما تفضلت في الأستاذة ليندا، أن تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، انطلقت صباح يوم الأحد بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي أيامرا ضمن أعمال مؤتمر دبي للتنظيم الصحي 2018 بحضور أكثر من 1000 من قادة وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والأطباء والمتخصصين والمتحدثين الدوليين يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم. هذا الحدث بيستمر لين 9 أكتوبر الجاري تحت شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. طبعا هذا الحدث الأكبر عالميا في شؤون التنظيم الصحي، ويعقد للمرة الأولى خارج نطاق أمريكا الشمالية وأستراليا وقارة أوروبا، يعقد هنا في دولة الإمارات. ومثل ما ذكرت الأخت ليندا، أنه كان هناك تنافس على هذا الموضوع. أيضا بالأمس أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رفاه وسعادة المواطنين والمقيمين هما محور اهتمام أصحاب السمو، وأيضا محور مهم لدى صاحب السمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، باعتبار الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، مشيرا سموه إلى أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما فيها الخدمات التخصصية يتصدر أولويات الحكومة التي تولي جل اهتمامها إلى توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم. جاء ذلك بمناسبة اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إنشاء مركز عالمي للقلب بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بموجب مقترح كان مقدم من هيئة الصحة بدبي. ونوه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن إنشاء مركز القلب في إمارة دبي يعد تطورا مهما يستهدف إيجاد وتطوير نموذج صحي رائد يخدم المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار، ويجسد أهمية التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والخاصة. وقال سموه: المواطن الإماراتي يأتي دائما في مقدمة أولوياتنا، وهو محور اهتمامنا، ويتجلى ذلك في كافة الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تصب في مجملها نحو تحقيق الرفاه والاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات. وأضاف سموه: يحظى القطاع الصحي في دبي بأولوية قصوى لضمان توفير أرقى الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى أفضل المعايير العالمية، ما يمكننا من تحقيق قفزات نوعية في خدماتنا الصحية وتطوير سياسات واستراتيجيات قادرة على تقييم التحديات الصحية المختلفة بصورة علمية ودقيقة تواكب المتغيرات في هذا القطاع، وبما يعزز طموحنا ببناء قطاع صحي عالمي. إذن مستمعينا، كانت هنالك رؤية واضحة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حول القطاع الصحي، وهذه الرؤية نحاول نحن نعكسها من خلال برنامجنا لكم، وأيضا نتمنى مشاركتكم معنا دائما في تعزيز وتحقيق هذه الرؤية. اليوم نتحدث عن شراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص، هذه الشراكة مهمة جدا في عملية تعزيز هذه التوجهات نحو المستقبل. مركز القلب إن شاء الله هذه الدكتورة بيدعم رؤية دبي وتوجهاتها يعني نحو تحقيق التوظيف الأمثل في يعني هذه المقدرات اللي عند مدينة دبي، اللي هي طبعا مدينة الأسرع نموا في العالم مع إمكانياتها والحياة العصرية اللي نحن نعيشها، وأيضا استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق الشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص. طبعا الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص طبعا هذا شيء يعطي قوة للصحة،
يعني نحن دائما نحب الشراكات اللي تنتج اشياء جميله مثل هالمركز ان شاء الله. ان شاء الله نحن نتمنى التوفيق وان شاء الله يتم يعني الانجاز بشكل سريع، لان يعني المركز ان شاء الله بيكون اضافه كبيره وضامن يعني افضل لاشكال الحياه الصحيه لجميع افراد المجتمع. وايضا مثل ما قال سمو الشيخ حمدان الله يحفظه، يقول انه بتزيد مستويات الرفاه الاجتماعي، وايضا دبي يعني بما توفره تضاهي افضل المدن العالميه، وبتعزز مكانه دبي كوجهه مفضله للشو للسياحه والصحه، السياحه الصحيه في المنطقه. طيب في هنا سؤال يقول دكتوره البنت، هذا على موضوع أول ما بدينا الحلقة، يقول البنت إذا أكلها غير صحي وفي نقص في الفيتامينات ونقص في الهيموغلوبين، كم المدة المطلوبة أن تأكل أكل صحي عشان تستعد للحمل؟ أنا أقول لك لازم تأكلي أكل صحي حتى إذا ما تستعدين للحمل. طبعا لا تكون في صحة علشان تنتج، لازم تكون في صحة. طبعا نحن الحين لو تكلمنا عن الفيتامينات، ممكن نقول الحديد تقريبا لو كان ناقص في الجسم ياخذ مدة 6 شهور، فهي لازم تراجع الطبيبة النسائية وتسوي لها تحليل دم تشوف شو عندها ناقص، بحيث أنها تأهلها للحمل عشان يكون الحمل هذا سليم وإن شاء الله تكمل الحمل على خير. يعني سؤالك أنت في الحل أصلا دكتورة، كان تقول إذا أكلها غير صحي، أنت تقولين إن الأكل غير صحي وفي نقص فيتامينات ونقص الهيموغلوبين، فانت عارفه المشاكل اللي موجوده عندك. طبعا. زين، عشان كذا نحن نتكلم عن مساله ان الواحد يجب ان يعني يحاول يعزز انماط الحياه الصحيه، السلوكيات الصحيه اللي لازم يسويها. بالضبط، يعني انت لازم اول شيء تاكلين اكل صحي، مو علشان بس الحمل، علشانك انت كشخص تقدرين تعيشين حياه صحيه يعني وتنتجين سواء في البيت في الشغل في اي مكان، وتقي نفسك من الامراض. وتقي نفسها من الامراض بالضبط. وعلشان الحمل بالذات هي لازم تراجع طبيبه نسائيه اذا عندها هالمشاكل، لان الحمل يحتاج قوه، لازم تكون في صحه والحمل يستمر ان شاء الله على خير وما يصير اجهاض. زين، الريايل عكس الحريم في موضوع تعزيز الانماط الحياه الصحيه، احس الرجال يهتمون بصحتهم اكثر، وايد مهتمين في صحتهم، عشان كل واحد كرشته مترين. الكرش زين دكتوره ولا على اساس يعني لا، في مثل يقول عند اخواننا الشاميين يقول الزلمه بلا كرش ما يسوى قرش. اوكي شو رايك انت؟ انا اقول لك من الناحيه الصحيه الكرش مو بزين، وخاصه اذا كانت السمنه اللي هي من في المنطقه اللي وسط، هاي دائما يكون اكثر عرضه لامراض القلب، فنحن ننصحهم دائما انهم يحافظون على وزنهم ويتبعون اساليب حياه صحيه، ويقول ان يعني الوقايه دائما خيرا من العلاج. ويا مول الكرش هيبه دكتوره، هيبه تشي الواحد يمشي بكرشته. ليش تضحكين زين؟ يعني على اساس انه يعني لا زين، يعني كنا نحن نسولف يعني انت حاب الكرش يعني؟ لا قاعد اهيئ نفسي، يعني ما باجي شيء الواحد خلاص ما بيقدر يلعب رياضه بشكل ليش؟ كبير شوبنا. انت شفت في حاطين سباق انت شفتي هذيك الامريكيه الحامل اللي ماخذ البطوله وهي ايش اسمها بالشهر ما ادري كم بالضبط، واحدة فوق الأمية وشوي حامل، وفي سباق فوق الأمية أعمارهم كان أي هذه. يعني دكتورة نحن نتمنى نوصل إلى هذا المستوى، لأن موضوع بسيط الواحد يوصل للأمانة، يعني إن شاء الله نوصل، مجرد هي ثقافة سلوكيات الواحد يغيرها. بالضبط. إنزين، فساعات الواحد ممكن الأكلات التقليدية اللي هو متعود عليها وكذا ما عليه كل، يا أخي حسب كلام الاختصاصية التغذية كل شيء إنزين، ولكن ليش تضحكين؟ الأكل بكميات معقولة، كل واحد له كالوريز لازم يعرفها. بالضبط. فهاي الكالوريز يمشي عليها، ممكن يأكل منها أي شيء يحبه بس ما يطلع عن هالكالوريز اللي هو. أنا ما أدري ليش كل ما قلت شغلة تضحكين. شو اللي يضحك دكتورة؟ ليش وهي في شيء يضحك؟ ما أدري. عموما جزاك الله خير دكتورة ميسون الشحالي، أنا ما أدري يعني ندى تخاف أنت تضحكين. ندى تخاف؟
ندى ما تخوف. الله يذكرها بالخير دكتورة ندى الملة، إن شاء الله بتكون معانا مطلع الأسبوع القادم. ما أدري كم حلقة بتكون معانا، ولكن نتمنى لها التوفيق، لأنها يعني استلمت زمام مسؤولية مركز ند الحمر، فهي الآن مديرة مركز ند الحمر وعندها مسؤوليات كبيرة. فإن شاء الله تقدر تحاول تخصص لنا بعض الأوقات من العمل أنها تكون معنا في البرنامج. الله يوفقها إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك نجاة السويدي كانت معنا في التنسيق، وأيضا شكرا لناصر السليمي في الإخراج، وكل الشكر لزميلنا حسن البلاونة كان معنا في الإعداد. أيضا الشكر موصول لك دكتورة ميسون الشعالي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.